الكلمة نور، الكلمة نور ينور الظلمة، والإعلام ليه دور كبير، بنحس ده في حياتنا. السنة اللي فاتت كان ليا الحظ إنه قابلت أول محامية صماء وأيضا طبيبة شهيرة في الأمراض الجلدية وهي برضو صماء، وطالبنا في العام الماضي لأن كان المحامية كان عندها مشكلة في دخول جامعة القاهرة وبعدين راحت عين شمس، كنا في الوقت ده تم التواصل مع وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار اللي كلمته من حوالي ساعتين، كنت بحييه لأنه من السنة اللي فاتت للسنة دي حاجات كتيرة اتغيرت، ودي بشرة لأبنائنا متحدي الإعاقة. منعت الاختبارات اللي كانت محطوطة خصيصا أو العوائق لأبنائنا متحدي الإعاقة ذو الهمم، ما عادش ده. وحتى مجلس الوزراء المركز الإعلامي نفى هذه الشائعة اللي الناس قالوا في مشاكل. الكلمة نور كانت في برنامج هو ده السنة اللي فاتت، مرت سنة والحمد لله في القبول السنة دي مفيش أي مشاكل متحدي الإعاقة. النهاردة هيكون عندنا تكريم لبنتين، بنت من الشرقية وبنت من السويس. بنت اللي من السويس دي على تواصل معها من فترة، اكتشفت ده لما شفتها قبل الهوى. والبنت محافظة الشرقية هي من متحدي السرطان من مستشفى 57 357. كل أولادنا اللي بيتحدوا، مش معقولة وإحنا في 2018 و19 و20 يبقى في مشاكل. عشان كده التحية واجبة لوزارة التعليم العالي. الموضوع اتغير في خلال عام، ويسعدني يكون معايا الأستاذ دكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، يقول لنا هل متحدي الإعاقة في مشاكل ولا زيه زي غيره؟ ده الصور، دي المساواة، دي الكلمة نور اللي احنا قلناها من سنة، وإيه اللي حصل بعد مرور العام؟ دكتور محمد أهلا بيك وتحياتي وكل سنة وانتم طيبين. أهلا بسيادتك. أهلا يا فندم. وكنت بتكلم على مفيش تنمر، مفيش تمييز ما بين كل أبنائنا من ذوي الهمم وطلاب العاديين، وحتى أتفضل اتفضل يا دكتور. على الإطلاق، وأنا طبعا يعني بحيي سيادتك على إطلاق لقب ذوي الهمم، وده اللقب الجديد لأولادنا متحدي الإعاقة، وهم بصحيح ذوي الهمم وبالعكس بنمكن لهم كل التقدير والاحترام. تمام. وكل اللي كان للأسف الإشاعات دي عارية من الصحة تماما. تمام. بل بالعكس احنا في المجلس الأعلى للجامعات منذ ما يقرب من العام، مش من دلوقتي، طلعنا قرار ان ما ان هم بيتساوى بزمايلهم تماما في قواعد القبول وكل شيء. بل بالعكس احنا برضو زودنا لبعض الكليات الادبيه اللي هم كانوا بيدخلوها، ما شلناش المميزات اللي كانت موجوده لاولادنا في بعض الكليات وليس كل الكليات، لكن في الكليات التانية متساويين تماما في المجموع مع الأشخاص العاديين، وده حقهم دستوريا، ومفيش أي حاجة من اللي كان متداول في اليومين الأخرانيين دول على الإطلاق. مش عارف كل ما نعمل حاجة حلوة نلاقي ناس تطلع إشاعات وناس تعمل وتهد في همم الناس كده. احنا بنتكلم على ذوي الهمم، في ناس بتحاول تحبطهم، ولكن كويس إنه نفي الإشاعات، وكويس إن دوركم مستمر في التواصل الاجتماعي والإعلامي. يعني لا، بل بالعكس احنا دلوقتي كمان انا مش عايز اقول لحضرتك، احنا طبعا الجامعات القديمة العريقة طبعا زي حضرتك ما كنت عارف ما كانش فيه التعديلات اللي هي مخصصة لذوي الاعاقة اللي هي موجودة دلوقتي. طبعا المباني الجديدة كلها بيتم تدارك هذه، وبالعكس القديمة كمان احنا بصدد تعديل كل المباني القديمة لانها تسمح لهم بالدخول والخروج لمكان موجود لمتحدي الإعاقة أو ذوي الهمم، إن هو يساعدهم في الحركة بسهولة كمان. طب حضرتك لو في حد بيتفرج علينا دلوقتي من ولادنا متحدي الإعاقة أو نقول ذوي الهمم عنده مشكلة، يتواصل معاكوا إزاي؟ هل على صفحة المجلس الأعلى للجامعات ولا يعمل إيه؟ طبعا يتواصل معنا صفحة المجلس الأعلى للجامعات موجودة. تمام. وبرضه ممكن يتواصل معنا، يجي لنا في المجلس الأعلى للجامعات، يجي في وزارة التعليم العالي. احنا كلهم دعوة بقى من خلال حضرتك، قول دعوة لكل ذوي الهمم، عندك مشكلة، حد ضايقك في جامعة إقليمية، اعمل دعوة مفتوحة حضرتك من خلال حضرتك. هو انا هقول لسيادتك، هو لو طالب في الجامعة
بيروح طبعا لعميد الكلية، بيروح لرئيس الجامعة. لا لسه بيقدم، لسه في مرحلة تقديم. لكن في التقديم طبعا مفيش اي حاجة تحول على الاطلاق من تقديمه، وما فيش حد. هو التقديم بس لسه ما فتحش، يعني حضرتك احنا لسه في مكتب التنسيق. تمام. لسه هيفتح بعد بكرة ان شاء الله. بس كانوا بيسمعوا الشائعات، لكن انا يعني بأكد لسيادتك ان مش هيحصل لهم اي مشاكل خالص، بل بالعكس يحقله انه يتقدم بمجموعه زيه زي زمايله تماما، ويدخل الكلية اللي هو عايزها، وبرضه هيتم تصحيح اوراقه زيه زي زمايله، وما فيش اي مشاكل على الاطلاق. فانا انا بقول لحضرتك ان مش هيحصل لهم اي مشاكل على الاطلاق في التقديم ولا اي حاجة، وما فيش حكاية اللجان الطبية اللي كانت زمان بتقول ان هم كل ده اتمنع، كل ده انتهى في 2018 خلص. 2019 صفحة جديدة. بحيي حضرتك وبحيي وزير التعليم العالي، الوزارة، المجلس الأعلى للجامعات. نتمنى انها يعني تبقى مرحلة سعيدة وجديدة لأولادنا من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وزارة التعليم العالي. تحياتي لحضرتك. شكرا للأستاذ الدكتور محمد لطيف من